تنبض بصدري بدل قلبي الهموم، تسري بعروقي لواهي السموم. تنبض بصدري بدل قلبي الهموم، تسري بعروقي لواهي السموم. يا براتنا يا روح العطر، ردي يا زينب لنا نور الفجر، لنا نور الفجر. تتكتم في داخلي صرخة ألم، ضاع دربي والأمل أصبح وهم. تتكتم في داخلي صرخة ألم، ضاع دربي والأمل أصبح وهم. ضيعوني ولا أنا تهت الطريق، ودروني لا صديقون رفيق. ضيعوني ولا أنا تهت الطريق، ودروني لا صديقون رفيق، ودروني لا صديقون رفيق. يا براتنا يا روح العطر، رد يا زينب لنا نور الفجر، لنا نور الفجر. الشقيق دنيتي دمع الشجون، في دروب الليل وحدي والسكون. الشقيق دنيتي دمع الشجون، كل شي يسأل يسأل من أكون. أصرخ من اللي أنا بليل الجنون، أنا بليل الجنون. يا براتنا يا روح العطر، رد يا زينب لنا نور الفجر، لنا نور الفجر، لنا نور الفجر. زينب بتكون في ذاك المكان المخيف. الليلة بتكون الليلة الثالثة واحنا ما نعرف عن زينب اي شيء ولا لها اي اثر. محمد وين رحت؟ وين يعني بروح الا مع زينب؟ محمد في ايش تفكر؟ افكر اني ارجع الوادي ادور على زينب. لا حبيبي أرجوك لا، إن شايف المكان كيف مخيف أخاف يصير لك شيء. إذا أنا وإنت وأمل وغيرنا نخاف، تصور كيف يكون وضع زينب الحين. الشرطة والأهالي قايمين بدورهم، وإحنا إن شاء الله بكرة الصبح بنكون معهم. إن شاء الله. Thank you.
قدمت استقالتك؟ ايوه يا ساره، وانت بعد ما لازم تقصي في هذه الشركه، خاصه اذا هالشيطان موجود. شيخان احتمال يرجع للشركه؟ مستحيل مستحيل شيخان يرجع. بكره راح اعرف اذا بيرجع ولا لا. يلا مع السلامه. مع السلامه. با زينب بعتها في الوادي. وانت ايش درك؟ شفتوها؟ لا يا ابوي، لكن شفنا اثار يد بنت صغيره ماكله بوت، وبعد ما صحيتها على صخره كبيره. بعد شفنا قرار بوت طري. عجب اكيد البنيه بعدها في الوادي. وين شفت الاثر؟ جيب اشجار البوت. با انت ليش مهتم في هذه البنت؟ بعدين بجاوبك على كل هذه الاسئله يا زهر. هاي الظاهر بطاريته خلصت بعد، سير جيب لي بطاريه علشان بعد صلاه العشاء بصير ادور على البنت وان شاء الله القاها. ان شاء الله با. خلاص يا مروان، بحاول أمر عليك بكرة. طيب تصبح على خير. من هذا مروان بعد؟ خلينا نوصل الفندق وبخبرك عن كل شيء عشان تساعدني. هذا الشيخان اللي كلمتك عنه. أيوة شيخان. أنا أذنكم أروح أجلس عند أحمد شوي. عيسى لا لا لا، أنا قريب من البيت، خلاص واصلة الحين. يلا مع السلامة. يعني ما كفاية انتوا قتلتوني وكل يوم قاسين تقتلوني وما حد راضي يخبرني وين البنت؟ هذا البيت عندك، روحي دوري عليها شبر شبر. طيب يا عيسى، انت قلت ان موضوع الميتين ألف ريال يخصني وحدي، فهمني ليش يخصني، وهذا الموضوع له علاقة ببنتي ولا لا؟ احمد زوجك باع بيتكم بعد ما كان مرهون وما قدر يفك الرهن. احمد ايش؟ باع بيتنا؟ أيوة. باع بيت أولادي؟ وباع زينب؟ لا تخلطي هذا بلاك.
انت جيتي عشان تعرفي الحقيقة، والحقيقة أنا قلتها لك، موضوع البيت وبس. أحمد ليش باع البيت؟ أحمد ليش يريد يشردني أنا أولادي بالبيت؟ أحمد ليش باع البيت؟ نبيلة اهدي اهدي. أنت اللي اشتريت البيت وأنت اللي أخذت زينب. لا، أنت السبب كل شيء. لا، ما أنا السبب، زوجك هو السبب. روحي سأليه إذا يقدر أقول لك الحقيقة. زينب، وزينب يا عيسى. روحي سأل زوجك. أحمد، بيتي، بيت أولادي، بيتي. ايش اللي كانت تريده نبيله؟ وايش جابها بروحها بالبيت؟ ولا تفتكر انا بالمستشفى وانت حضرتك بالبيت بروحك؟ حنان، تخلصي من هذه الافكار المجنونه اللي براسك. شوفي بعقلك ايش اللي جالس يصير. وايش اللي جالس يصير يا عيسى؟ اخوش احمد سرق زوجته نبيله. ايش؟ عشان تعرفي ان اخوش حرامي وزوجتي اخت الحرامي، وسرق من اقرب الناس له، زوجته. لا يا عيسى، لا تقول عن اخوي احمد حرامي. اخوي احمد رجل شريف. اخوش احمد حرامي وستين حرامي، واذا ما عاجبنش ضربي راسش في القدر. كيف تعطيها مفتاح السيارة وهي بهالحالة؟ أنا ما أعطيتها مفتاح السيارة، كنت أتكلم في النقال وهي اللي خضت المفتاح. أمل، لا تبرري غلطك. لو كنت قايل نبيل الحقيقة ما كانت طلعت من البيت. أي حقيقة؟ حقيقة السر اللي عندك، واللي يخلي نبيلة تضرب شمالي بمين وتربط كل شيء بزينب. أنا ما عندي أسرار. لا عندك. أمل، على الأقل نبيلة امتت الشجاعة وصارحتك بكل شيء، حتى إعجابها بعيسى خبرتك عنه، صار ما عندها شيء تخبيه عنك، وانت بالمقابل زرعت فيها الشك، خليتها الحين تتهمك بأنك انت اقتطفت زينب وانت أبوها. ليش؟ ليش يا أحمد؟ ليش؟ ليش وصلت زوجتك لهذه الحالة؟ الحين جاي تلومني أنا لأنها أخذت سيارتي؟ يا ليت لو تجلس مع نفسك شوي وتحاسبها عشان تعرف وين الصح وين الغلط. كأنش نسيت انه احمد اخونا الكبير وهو بمثابة ابونا. لا ما نسيت، بس احمد صاير سر دفين وغريب. ما فهمت. إذا تريد تفهم بصدق روح اسأله متى نقسم الميراث. لا يا أمل، لا، بعدين ايش دخل هذا في ذاك؟ ويعني هذا وقته الواحد يتكلم عن الميراث؟ لا ما وقته، بس وقت معرفة السر اللي يخبيه أحمد واللي يربكه ويخليه يرتعش من غير ما يحس. أنا أفضل انش تروح تعتذري له من يهدئ. هذا إذا هدى من الأساس يا محمد. أقول يا بيتي، أقول أحمد سوي كذا؟ أقول أكيد هو سرق بنتي.
سرق لي بنتي وما لي دربي ضيعته ولا ادري السبيل خايف خوف ابد ما لا مثيل يا يما يا يما رد زينب تنادي شوف هناك تطلع فوق تبقى تحت الشجرة هذه تطلع هنا فوق شوف شوف المغارة هذه مستحيل تكون حصلت هذه الورقة وبس شيخان وين بقية الأوراق؟ أنا ما حصلت غير هذه الورقة وبس بس شكلك يقول غير هذا الكلام أرجوك يا شيخان أرجوك تجيب لي بقية الأوراق صدقيني يا أمل صدقيني أنا ما عندي غير هذه الورقة ما صحيح أنا آسفة بس بعدني أرجوك تجيب لي بقية الأوراق أنت يمكن معك كل الأسرار لا تخاف علي أنا قادرة أتحمل أي مشكلة من متصل؟ سارة هرد عليها ليش خايف ايوه يا سارة شيخان ما اقول هذا اللي قصدي سيف انا الحين وين وصلت وين هذا المكان طيب يا سارة طيب مع السلامة لو طولت في مكالمتك شوي هذه سارة كانت أنا ما يهمني إيش تريد سارة كل اللي يهمني إني أشوف الأوراق اللي عندك ومثل ما جبت هذه الورقة جيب لي بقية الأوراق يا شيخان الوقت ما مناسب الحين يا أمل بالعكس هذا أنسب وقت إلا إذا كنت تفضل سارة علي أمل مستحيل أنا أفضل أي بنت ثانية عليش إذا جيب لي الأوراق شيخان أنا أرجوك وين بقية الأوراق ما وقت الحين يا أمل ما وقته عن إذنك Thank you.
شيخان ما كان طبيعي هو يكلمني، كأنه ما قادر حتى يتكلم. يا ترى مين كان معك يا شيخان؟ يا جماعة نبيلة تأخرت كثير، أنا خايفة عليها، لازم نسوي شيء. صح لازم نسوي شيء، خلونا نروح ندور عليها. وين ندور عليها بس؟ الله يهديكم. صلطفة وهي ما ترد، واتصلت بحنان وحنان بعد ما ترد. اسمع لكم انها بترجع بترجع. محمد. نعم. أريدك تشوف هذه الورقة. هذه ورقة عادية ما فيها أي شيء، مجرد أرقام لا تدين عيسى ولا غيره. أعتقد أن الشيخان عنده أوراق تقول أشياء كثيرة. هذا إذا عند شيخان أوراق، على حسب ما ظني. هو أكد لي أن في عنده شيء من الأوراق بس ما يريد يظهرها الحين. ما أعرف شيخان من إيش خايف. وبعدين معاكم جاسم تتكلموا في الأوراق والأشياء المجهولة وتاركين نبيلة من غير ما تسألوا عنها. أرجوك محمد خلينا نشوف حنان، يمكن تعرف شيء عن نبيلة. أيوة يا منيرة، إحنا لازم ندور على نبيلة، ما نريد مصايب، اللي فينا كافينا. ايش عندك بعد يا شيخ؟ خير يا حنان؟ صاير شيء؟ شكلك تعبانة. أنا ما تعبانة يا محمد، بس أحمد أخوي ما حرامي، ما حرامي مثل ما يقول عيسى. ونبيلة وينها يا حنان؟ وينها؟ نبيلة طلعت قبل ساعة وعسى الله لا يردها مرة ثانية، جاية تاخذ زوجي. إيش هذا الكلام يا حنان؟ أنت سكتي سكتي، ما فاهمة شيء. محمد محمد وديني عند أحمد، أنا أريد أتكلم مع أحمد، وديني من هنا يا محمد. بس إحنا جايين ندور على نبيلة. يعني الحين نبيلة أهم من أختك؟ تعالي يا حنان تعالي. بجيب عبايتي وبجيكم، انتظروني. ونبيلة يا محمد؟ نبيلة ندور عليها في طريقنا، إحنا ما نعرف وين بالضبط. الحين وين؟ الحين وين؟ ادخل.
تنبض بصدري بدل قلبي الهموم تسري بعروقي لواهي السموم تنبض بصدري بدل قلبي الهموم تسري بعروقي لواهي تتكتم في داخلي صرخة ألم ضاع دربي والأمل أصبح وهم تتكتم في داخلي صرخة ألم ضاع دربي والأمل أصبح وهم ضيعوني الطريق ودروني لا صديق ولا رفيق ضيعوني ولا انا تهت الطريق ودروني لا صديق ولا رفيق ودروني أصرخ من اللي أنا بليل الجنون أنا بليل الجنون يا براتنا يا روح العطر ردي يا زينب لنا نور الفجر لنا نور الفجر لنا نور